وعضو تنسيق شباب الاحزاب والسياسيين عن حزب التجمع. اهلا بيكي والف مبروك. ميرسي ربنا يخليك. حابين نتعرف عن رايك في التنوع السياسي والحزبي اللي بيشهده مجلس النواب في الفصل التشريعي. هو التنوع واضح ومطلوب، يعني انت لو حبيتي تقيسي التنوع مثلا بيننا احنا كشباب التنسيقيه هتلاقيني انا بمثل اليسار عن حزب التجمع، هناك من يمثلون الطائرات الاخرى اليمين والوسط، ففي وضوح في التيارات السياسيه الرئيسيه. يعني دي برضه هو التنوع واضح لان المزيد من تمثيل الاحزاب خاصه احزاب المعارضه، واتمنى ان يعني يكون في مزيد من التمثيل لينا مستقبلا. هتلاقي كل واحد بيعبر عن التيار بتاعه بشكل واضح جدا، مفيش يعني انا هعبر عن تيار اليسار بتوجهاته ودفاع عن القضايا المدنيه وحقوق الفقراء والمهمشين ومزيد من برامج الحمايه، خاصه ان برنامج الاصلاح الاقتصادي تسبب في اضرار للطبقات الوسطى والمهمشه، فاحنا هنحاول نساعد الدوله خاصه بعد المرحله الصعبه ان احنا نقترح برامج ونقترح تشريعات تضمن للناس حياه افضل وخدمات افضل عبر استخدام ادواتنا المتاحه لدينا في المجلس. خلينا نتكلم على الادوات اللي بتتحدثي عنها، يمكن الادوات الرقابيه تحديدا، هل هي قادره بقوه؟ هل يمكن استخدام الاستجواب؟ انا اقول ان النواب اللي انا اعرفهم من الشباب متحمسين جدا وعايزين يستخدموا كل الادوات المتاحه، واحنا يعني طول الوقت قاعدين بنذاكر مش هكذب عليك، يعني فطول الوقت بنذاكر بنشوف ازاي امتى نقدم طلب مناقشه، امتى نقدم استفسار، امتى نقدم طلب احاطه، وامتى يتصاعد الامر لحد ما يبقى استجواب للحكومه. طبعا اي حاجه هنقترحها هتكون بناء على وثائق ودراسات، مفيش حد هيرتجل. عندنا لجان داخل التنسيقيه بتدينا بالمعلومات لما نكون بندرس الموضوع بعينه، يعني الراي مش راي فردي، هو راي جماعه في اغلب المواضيع، واذا كان في اختلاف بيتمثل كل الاختلافات اللي موجوده زي ما عملنا اثناء الحوار على قوانين الانتخابات والتعديلات الدستوريه، وانت شفتي التجربه كانت مثيره جدا. يعني خلينا نتكلم على ملف تمكين الشباب، وصولكم هنا للبرلمان وفكره دعم القياده السياسيه الدائم للشباب، هل هو انعكاس لوجودكم هنا النهارده؟ او طبعا اذا ما كانش في اراده لتمكين الشباب ما كناش هنوقف. نشكر ربنا، يعني في اراده على القياده السياسيه لتمكين الشباب واعطائهم فرصه، لكن ده بيخلينا قدام تحدي كبير قوي. احنا التجربه الاولى